السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشف المدير الرياضي لنادي رين الفرنسي فلوريان موريس اليوم الخميس مستجدات حول الاختيار الدولي للاعب الجزائري الأصل أمين جويريا، وأضع فيها جمال بلماضي في حرج كبير. وخلال تقديم آخرين لاعبين استقدمهما نادي رين الفرنسي، أدلى فلوريان موريس بتصريحات متكذبة من خلالها كل ما قاله الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤخرا حول الاختيار الدولي للنجم الجزائري أمين جويريا. وقال المدير الرياضي للنادي الفرنسي موريس بحسب ما نقلته جريدة ليكيب الفرنسية إن لاعبهم جويري لم يحسم بعد قراره الدولي. ووفقا لما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن فلوريان موريس كشف أنه تحدث شخصيا مع أمين جويريا بشأن رواج أخبار اختياره اللاعب لصفوف المنتخب الوطني الجزائري، قائلا إن اللاعب لم يؤكد له قراره النهائي. وجاءت تصريحات المدير الرياضي لنادي رين الفرنسي مخالفة تماما لما قاله جمال بلماضي خلال تصريحات صحيفة أدلى بها في تربص شهر سبتمبر الحالي بأن أمين جويريا بات متاحا للعب مع منتخب الجزائر. وأكد مدرب كتيبة محاربي الصحراء أن نجم نادي رين أكمل إجراءات تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، وأصبح متاحا لتقمص ألوان بلده الجزائر. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.